طبعا حضراتكم عارفين الاوكازيون وقد ايه في ناس كتير بتستنى هذا الوقت من السنه علشان بتشتري حاجات كتير جدا، فعايزين نعرف تفاصيل اكتر عن هذا الموضوع. قرر الدكتور علي مسلحي وزير التموين والتجاره الداخليه بدء الاوكازيون الصيفي مع وضع ضوابط وشروط للمحلات المشاركه، مواصفات للمنتج المعروض، طبعا مع تكثيف الحملات الرقابيه على المحلات المشاركه. هيناقشنا اكتر في هذا الموضوع ونعرف تفاصيل اكتر. معانا على الهاتف الاستاذ احمد ابو الفضل عبد التواب، مدير عام الاداره العامه للرقابه التجاريه بوزاره التموين. الو، صباح الخير استاذ احمد. صباح الخير يا فندم عليك وعلى جميع الساده المشاهدين. صباح الخير، اهلا بحضرتك، كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك بصحه وسلامه يا فندم. خلينا نوضح للمشاهدين استاذ احمد، يعني امتى هيبدا الاوكازيون؟ هو ان شاء الله قرر معالي الدكتور الوزير صدور الامر اللي قرر الوزاره رقم 119 الصادر تاريخ 18/7 ببدء فترة الأوكازيون الصيفي اعتبارا من يوم الخميس الموافق 23/7/2020. 23/7/2020 تمام. طيب المدة اللي هيستمر فيها الأوكازيون هيفضل من امتى لامتى؟ يعني من يوم 23 وهيستمر لغاية امتى؟ لمدة شهر فندم. شهر؟ على أن يكون لكل محل أسبوعيا. طيب طبعا حضرتك عارف إن دايما في الأوكازيون بيبقى فيه طلبات للمحلات علشان تشارك في الأوكازيون وكده، هل خلاص تم غلق باب المشاركة في هذا الموضوع ولا لسه الباب مفتوح لغاية بدء الأوكازيون؟ لا حضرتك، الباب مفتوح طوال مدة الشهر ديت لدى مديريات التموين، فأي تاجر ممكن يتوجه لأقرب مديرية هو تابع ليها المحل بتاعه وياخد التصريح في خلال 10 أو 5 دقايق وهو واقف على طول يتوجه للمحل ويبدأ بعمل الأوكازيون بتاعه. طيب وهل التقديم برضو لازم يكون طلب المشاركة يعني بالوزارة ذات نفسها ولا ممكن بيبقى فيه طرق أخرى برضو عشان نوضحها للمشاهدين؟ لا، هو تيسيرا على السادة التجار يا فندم احنا فوضنا جميع المديريات باستخراج تصريح الأوكازيون. المديريات كلها ممكن أي حد يتوجه إليها ويقدم الطلب يعني؟ يا فندم المحل الكائن في نطاق المديرية بيروح للمديرية بتاعته بيقدم الطلب بياخده في خلال 5 أو 10 دقايق وهو واقف على طول. طيب عايزين برضو يعني حضرتك توضح لنا اكتر ايه هي الضوابط اللي المفروض يعني يلتزم بيها صاحب المحل، او يعني نقدر نقول الشروط، يعني حضرتك فدنا في هذا الموضوع اكتر. يعني هو حضرتك احنا بس بنهيب بالسادة التجار ان هم يحطوا سعرين على كل قطعه او على كل رف، يعني السعر لازم يكون مشطوب عليه اللي هو السعر اللي كان بيتباع بيه هذه القطعه خلال الشهر السابق والسعر الحالي. دي نمره واحده. نمرة اثنين، يجب أن يكون التاجر محتفظ ببنات البيع من شهر سابق، لأن أنا حضرتك لما أدخل أشيك على السعر الحقيقي بتاع القطعة ديت لازم أشوف هي كانت بتتباع بكام السنة الشهر اللي فات. عشان ما يحصلش تلاعب يعني. على منع التلاعب طبعا. ده حفاظا على جمهور المستهلكين يا فندم، عشان يبقى في شفافية وانضباط في الأسواق. الحاجة الثالثة برضو إنه ما يعلنش عن نسبة وهمية، بمعنى ما يحطليش على الفاترينة 80% أو 90%. ادخل انا كمفتش رقابه ابحث في الاوراق بتاعته والبنات البيع ما الاقيش خالص ال 80% دي، فاذا ده بيدخل تحت نطاق القانون على طول ويتم فرض عقوبه عليه. طيب اللي حضرتك اوضحته دلوقتي الرقابه دي، هل دي يعني تمت خلاص بالفعل اللي احنا حضرتك بتقوله يوم 23/7؟ هل تم حضرتك يعني تحصل رقابه ودخلوا وشافوا الاسعار قبل ولا ده بيتم بعد ما بيخلص الاوكازيون او في المرحله الرقابه بتاعتنا طول فترة السنة. ولكن بيتم تكثيف الرقابة خلال فترة الأوكازيون، خاصة احنا على أبواب شهر أنا آسف عيد الأضحى المبارك، ففي عندنا خطة عمل متواصلة ويتم تكثيفها خلال الفترة دي. فأنا عندي مناسبتين، مناسبة عيد الأضحى وفي نفس الوقت حضرتك الأوكازيون الصيف، ففي خطة عمل تم وضعها وتم اعتمادها من قبل السيد مساعد الوزير لشؤون التجارة الداخلية. احنا بنشتغل على نهجها. بدأت يمكن بمجرد صدور قرار معالي الدكتور الوزير تم نشر الحملات على الأسواق للتأكد من عدم بدء الأوكازيون إلا في الميعاد المخصص ليه. دي حاجة. الحاجة الثانية حضرتك، بنهيب بس بالسادة التجار عدم المغالاة في النسب الوهمية اللي ممكن يتحط فيها، علما بأن التاجر هو شريك أساسي في محطة التنمية اللي احنا فيها دلوقتي. مظبوط. طيب اسمح لنا ايضا استاذ احمد، يعني حضرتك يعني تنصحنا وتنصح مشاهدينا ان يعني ايه النصائح اللي بتقدمها للمشتري؟ يعني دلوقتي واحد داخل في
وقت الأوكازيون، هل في نصايح معينة تقولها علشان يعني هذه المرحلة طبعا من السنة زي ما حضرتك قلت إن بيبقى في ضوابط من القائمين، وفي نفس الوقت طبعا المواطن لازم يكون على دراية بهذا يعني؟ تمام. أنا بس بنصح كل مستهلك وكل مواطن إنه ما يشتريش من أول محل يدخل فيه، لا لف محل واثنين وثلاثة، هتلاقي في سعر ممكن يناسب حضرتك، هتلاقي في قطع جودتها تناسب حضرتك، في محل تاني ممكن تلاقيش فيه نفس الميزة دي. مزبوط. دي حاجة. الحاجة التانية لما أجي أشتري لازم أخد فاتورة ضريبية، وفاتورة ضريبية يا فندم لها شروط محددة. أنا بحب أنشرها من خلال برنامج حضرتك المحترم. يا ريت طبعا. إن الفاتورة لازم يكون فيها سيريال نمبر، اسم المحل، عنوانه، سجل تجاري، البطاقة الضريبية. الحاجات دي لازم تكون متوفرة في أي فاتورة ضريبية. من خلال الفاتورة دي يا فندم بيحق للمستهلك إنه يستبدل أو يرجع. إحنا ما عندناش قيود يا فندم في حتة الارتجاع. خاصة ان كنا حماية المستهلك احنا برضو بنتعامل بيه، وهو في صالح المواطن وفي صالح المستهلك العادي. ما هو ده اللي كنت فعلا يعني هو هسأل حياتك عليه، هل دلوقتي في فترة الأوكازيون بتبقى طبعا فترة استثنائية عن بقية السنة، هل ممكن برضو يتم الاستبدال او استرجاع المبلغ كاملة، ولا بيبقى فترة الأوكازيون دي بتبقى حالة خاصة او استثنائية يعني؟ لا يا فندم، بدون ادنى شك الاسترجاع والاستبدال يا فندم بيبقى طول العام. وخاصة برضو في مرحلة الأوكازيون احنا فيها، لأن ده قانون حضرتك بيطبق خلال العام وليس فترة محددة. يعني فأنا بحب أطمن بس السادة المشاهدين إن من حقك ترجع لو القطعة ما عجبتكش. وطبعا ده في خلال أيام معينة يعني زي ما معروفة يعني. هو خلال حضرتك 14 يوم لو القطعة فيها عيب، وخلال 30 يوم لو القطعة فيها بعض الديفوهات كده. تمام. يعني احنا طبعا بنتمنى ان يعني هذا الشهر يعني يلاقي استحسان من المشتري، وطبعا يعني اصحاب المحلات كمان يستفيدوا بهذا الشهر، ويعني ان شاء الله كده تعدي على خير ودايما يبقى كل حاجه حلوه يا رب للطرفين يعني. انا بشكرك جدا الاستاذ احمد ابو الفضل عبد التواب، مدير عام الاداره العامه للرقابه التجاريه بوزاره التموين، بشكرك شكرا جزيلا.